بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين الأفاضل مع تواصل جديد وموسم جديد من برنامجكم الدوري يلو. نسعد بأن نصافحكم في أولى حلقات هذا الموسم لتغطية الدوري يلو للدرجة الأولى للمحترفين في المملكة العربية السعودية. هذا الدوري الذي تجاوز عمره 46 عام هو كما تعلمون مؤهل للعب ضمن أندية الفئة الأولى في المملكة العربية السعودية بالمسمى الحالي دوري روشن للمحترفين. وجدد الترحيب بحضراتكم إلى أولى حلقات هذا البرنامج وإلى عناوين هذه الحلقة. انطلاق يلو. الخلود يتصدر. وياسر مسيليم يا أخي العب قدام. ماهر القيصومة عندنا أفضل من اللي شفته. وإحنا أيضا في البرنامج عندنا أفضل من طبعا إن شاء الله اللي شفته في العناوين في كامل بإذن الله فقرات الحلقات القادمة وهذه الحلقة. نأمل بإذن الله أن يكون الاجتهاد لهذا الموسم من القنوات السعودية الرياضية وبتعاون الأخوي الوثيق مع رابطة دوري أندية الدرجة الأولى للمحترفين لكي يكون هذا المنتج منتج دوري يلو في أبهى حلة، سواء من حيث النقل التلفزيوني، من حيث جودة النقل التلفزيوني، من حيث إضاءة الزملاء المعلقين، الاستديوهات التحليلية، البرامج المرافقة، اللقطات المصاحبة، كل التغطيات بإذن الله ستكون حاضرة معكم. طبعا هي انطلقت منذ يوم الاثنين الماضي، ستكون حاضرة معكم إن شاء الله طيلة هذا الموسم. نعمل أن يكون الاجتهاد إن شاء الله ينال على الرضا والاستحسان كما أسلفت. جهود الحقيقة كبيرة جدا تبذل من أجل أن يكون النتاج الإعلامي لهذا الدوري على أكمل وجه. أولى حلقات البرنامج يسرنا أن يكون معنا ضيفا هنا في الاستديو في مدينة الرياض الكابتن موسى بن سلمان الشمري، أحد الذين الحقيقة أثروا هذا الدوري لعبا والآن عضوية فنية في إحدى لجانه ومتابعة لكل ما يخص هذا الدوري. أبو وليد أهلا وسهلا فيك، مرحبا بك لأولى حلقات البرنامج. شكرا لاستجابك لدعوة البرنامج، وأنت أيضا اللاعب السابق انطلقت من نادي العروبة، مثلت نادي الشباب والرائد والتعاون وفيصل ونجران، وما شاء الله تبارك الله عطى أثر رياضتنا، فحياك الله. أهلا وسهلا أبو هزاع، حب أمسي عليك بالخير وعلى السادة المشاهدين والمستمعين وضيفنا وزميلنا الناقد أحمد علام. أتشرف بأن أكون موجود معكم في هذا الاستوديو دوري يلو، وحب أشكر رابطة دوري يلو وتعاونها مع قناة السعودية لاستحداث مثل هذه البرامج المثرية للمتابع والمشاهد لدوري الدرجة الأولى، رأسي من الأستاذ طلال عبيدي اللي أحدث نقلة نوعية في هذا الدوري. أنت عارف أبو هزاع وأكثر واحد خبرة في هذا الدوري، تغير كبير صحيح ونقلة نوعية في هذا الدوري. مشكورة بالتفصيل، مشكورة رابطة الدوري بإذن الله. أنا بجي له بالتفصيل الحقيقة لأنه بالفعل تكامل جهود بين الرابطة والقناة السعودية الرياضية يثري، بس ما أبي أطول الحقيقة. قبل ما أرحب أيضا كثيرا بمدير الكرة السابق في نادي الأنصار وأحد المتابعين والناقد الفني أحد المدربين الوطنيين أيضا الكابتن أحمد علام، أبو مراد أهلا وسهلا فيك، حياك الله من مدينة الرسول على أفضل على السكن أفضل صلاة والتسليم، فحياك الله. يا هلا أبو هزاع، أحييك وأحيي المهاجم المميز والمتابعين ومشاهدين القناة السعودية الرياضية
وبإذن الله تكون حلقة موفقة كبداية دوري يلو الجولة الماضية وتكون حلقة مميزة بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. كما أشار الكابتن موسى، الحقيقة الجهد الكبيرة قناة السعودية يرضي كافة الزملاء من يعني ما بيقول أصغر العميل، لكن من جميع الممثلين الحقيقة في القناة السعودية الرياضية لأعمالهم، انتهاء بالعزيز والأستاذ الفاضل القدير غانم بن فيصل القحطاني. كل جهد تبذل من أجل أن نرتقي بالتغطية للحقيقة دوري الدرجة الأولى بمسمى الحالي دوري يلو. وكما أشار الكابتن موسى أيضا هناك الكثير من الجهود في رابطة أندية الدوري الدرجة الأولى بقيادة رئيس مجلس الإدارة المكلف الأستاذ طلال بن عبد الله العبيدي من أجل تكامل الجهود والخروج بتغطية إعلامية يستحقها هذا الدوري. نقلة كبيرة، أنت كنت لاعب فيها، وكان في التقارير البسيطة في القناة الرياضية في القناة السعودية الثانية، ثم القناة الأولى، ثم الآن قنوات مخصصة لنقل هذا الدوري. صحيح، يعني أنا كلاعب معتزل الموسم الماضي كنت أتمنى أن يرجع الآن بعد الأحداث اللي صارت والنقلة النوعية والجوائز القيمة اللي أحدثتها رابطة الدوري يلو. كانت ممكن جهود فردية منك أبو عزة موقع صور بالشباب، كنا نبحث دائما عن أخبار دوري الدرجة الأولى عن طريقك، فالآن البرنامج موجود أسبوعيا، كذلك جوائز فردية لأفضل لاعب وأفضل مدرب وجوائز كثيرة بإذن الله. رابطة وحتى بيأخذ وشلون ترتكزون على ترشيحاتكم فيها، لكن لأنطلق معكم على السادة المشاهدين بالتذكير بنتائج مباريات الجولة الأولى. طبعا احنا في دورينا 9 مباريات اللي لعبت، فقط 8 مباريات، مباراة واحدة لم تلعب لأسباب سنتطرق لها خلال الحلقة، ننتظر قرار لجنة الانضباط بشأنها. 4 حالات فوز و4 تعادلات كانت هي الحصيلة الإجمالية لنتائج مباراة الأسبوع الأول. افتتاحية المباريات كانت على الملعب التعليم في محافظة عنيزة بعودة النادي العربي بعد 28 عام ما بين الدرجة الثالثة والثانية العربي، وهجر اللقاء انتهى بالتعادل بهدفين. أحد ونجران في المدينة المنورة انتهى لقاءهما بالتعادل بهدف. الشعلة والعروبة كما أسلفنا لم تلعب. العين والخلود بثلاثية نظيفة للخلود على العين في الباحة، من خلالها يتصدر خلود الرس الدوري المسابقة. الجبلين والساحل، الساحل يعود إلى مدينته هناك في المنطقة الشرقية بنقطة تعادلية. القادسية والأخدود، الأخدود يفوز على القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، والفيصلي على استاد الملك فهد الدولي فاز على الرياض على مدرسة الوسطى أيضا العائد لنا بعد غياب طويل بهدف مقابل هدف واحد. الحزم فاز في الرأس على جدة بهدفين مقابل هدف واحد، والقيصومة يلحق بالأهلي بتعادله بهدف. موسى، العربي يعود لنا بحلة الحقيقة جميلة وجيدة، سواء لاعبين محليين أو أجانب، طول العربي علينا. 1410 كان أحد أندية الدوري الممتاز. صحيح، يعني هذه جهود تشكر لرئيس النادي الأمين ملاح الشاب الطموح، تعاقد مع مدرب شاب أسباني مميز كارلوس هرنانديز اللي قبل موسمين كان مع الشباب. كبير الأندية مع نادي الشباب السعودي. أعتقد أنه تقدم على هجر مرتين، عدل هجر يلعب أمام منافس صعب متمرس في دوري درجة أولى، هجر هو شيخ الأندية في دوري درجة أولى، فأعتقد أنه تعادل منطقي. يجب على العربي و كل من هو مسؤول عن النادي العربي أن يضعون أهدافهم وفق إمكانياتهم. دائما أنا أعجبني كثيرا نادي الخلود والأخدود، صاعد حديث الموسم الماضي بقى وضع أهدافه البقاء وبقى، فلذلك العربي تمنى أن يضع أهدافه وفق طموحه. لا تغر أول مباراة، دوري طويل، دوري شاق، دوري متقلب، البقاء في أول موسم هو مكسب وهو إنجاز. ممتاز، على مقربة منك حيث نلتقيك من استديوهاتنا في تلفزيون المدينة المنورة، كابتن أحمد، انتهى لقاء أحد ونجران بالتعادل بهدف. طبعا كان لقاء جيد فنيا ما بين أحد ونجران. أحد تقدم الشوط الأول وحصل على ضربة جزاء. بأمانة أحد في حلة جديدة، تغيير أسماء كثيرة جدا، فقط لاعب وحيد كان موجود مع أحد الموسم الماضي هو حارس المرمى سالم قبوس. أعتقد أن أحد كان أقرب للفوز في آخر الدقائق، وضربة الجزاء اللي تحصل عليها نادي أحد وضاعت عن طريق الكابتن حسام.
أحد بأمانة البداية جيدة نوعا ما، ولكن بأمانة يحتاج أحد عمل كبير جدا في موضوع دكة البدلة. لابد أن يكون لديه عناصر قوية جدا لكي تقدم الإضافة الفنية. بالنسبة لنجران أعتقد أنه بداية مهمة، نقطة كانت مهمة جدا تحديدا أنه نجران كان عنده حالة طرد في الشوط الثاني، فأعتقد أنه كانت مباراة فنية جيدة ومباراة بأمانة يعني متوقع أنه الأندية أو الفرق في الجولات القادمة راح يكون لها مستويات فنية مرتفعة. ممتاز. طبعا الشعلة هو العروبة لم يلعب اللقاء لأسباب إن شاء الله كما أسلفتك سنتطرق لها بتفصيلا من خلال أيضا تواصل من هاتفي مع رئيس مجلس إدارة نادي العروبة الأستاذ مونس الضوي. طبعا العروبة لم يستطع إكمال قائمته المفروضة والمستلزماته، 16 لاعب من خلال المباراة لم يكملها. ما هي الأسباب؟ بإذن الله خلال هذه الحلقة سنتطرق لها. حتى الآن نتيجة معلقة، لكن لا نعلم الحقيقة على نتيجة الانضباط، لكن هو اعتاد. العام الماضي أيضا حدث نفس الحادثة، كانت مع نادي العين في لقاء بيشة واحتسبت طبعا لجنة الانضباط نتيجة آنذاك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. ليس هذا معناته أن القرار الذي سيصدر هو ثلاثة أهداف للشعلة، لكن ننتظر ونتوقع أنه خلال اليومين القادمين بإذن الله أن طبعا القرار سيصدر. طبعا اليوم الأول مباراتين ما شاء الله تبارك الله، 6 أهداف في مباراتين. خلونا نروح نشوف الأهداف في اليوم الأول من الأسبوع الأول لدوري يلو للمحترفين. ايضا كما اسلفت طبعا في مستهل طبعا الموسم، احنا دائما نقول انه اللعيبه والله اول مباراه له طبعا من خلال الموسم، وايضا للمدربين للعناصر للتجانس. نفس الحاله الحقيقيه ايضا ينطبق في البرامج والعمل. طبعا من يتعامل مع جهاز واله وملخص واهداف ومباريات تكون لديه مثل هذه الاشكاليات باذن الله، فقط هي في المستهل وباذن الله الشباب في اعدادنا انه يكون ايضا كما هي حساسية كرة القدم للاعب حساسية أيضا المونتاج. جاهز الشباب ولا باقي؟ طيب نستكمل حوارنا في طبعا الإشارة للعربي أنه يجب أن يحدد الهدف. في المقابل أيضا تكون هناك فرص كابتن موسى، أحيانا قد يحافك الحظ من أول موسم وأنت إعدادك جيد وعودة أن تصعد إلى الممتاز مباشرة، وشاهدناها في عدة أندية من الثانية إلى الأولى إلى الممتاز. صحيح، ولكن المقصد لا تضغط اللاعبين ولا تضغط الجماهير، تضع أهدافك توضحها أمام الملأ، إن جاء الصعود فأهلا به، ولكن يجب أن تضع أهدافك وفق إمكانياتك، والسنوات القادمة إن شاء الله قادر أنك تعود إلى دوري ممتاز. ممتاز. فأنا أرى مثال الخلود والأخدود كان مثال جيد. طيب الخلود أشدت به أنت قبل شوي وأنا أشيد به. أنا من العام الماضي الحقيقة أشوف الفريق، وهذا يحسب لإدارته ولي
طبعا جهازها الفني العام الماضي طبعا في اغلب فترات الموسم كان الكابتن سعد السبيعي، ثم السنه الكابتن خالد القروني. خالد القروني استمر مع الفريق بتجديد عقده. اعتقد انه افضل فريق كان يلعب كوره على الارض من العام الماضي الخلود. في المباراه الاولى قدم مستوى جيد وثلاثه اهداف على العين في الباحه. صحيح، يعني مثال مميز مع مدرب وطني نفتخر فيه، مدرب القدير خالد القروني. اعتقد انتصار بثلاث اهداف انتصار كبير. ايضا استقطب تحسب الاداره، استقطب حارس مميز وهو ملك عسله. كل هذه الاشياء تحسب الاداره والجهاز الفني. بكل امانه من يشاهد الخلود يقول هذا متمرس في دوري درجه اولى من الموسم الماضي. لعب مميز، جمل تكتيكيه، كل هذه الاشياء تحسب للجهاز الفني القدير المدرب الوطني خالد القروني. الجبلين والساحل انتهى لقاءهما بالتعادل بهدف. كابتن احمد، الجبلين بأمانة بدأ المباراة بشكل قوي جدا، سجل الهدف الأول. كان الجبلين مسيطر على كافة أرجاء الملعب، فريق فنيا كان حاضر بشكل كبير الشوط الأول. ممكن الساحل اعتمد على الهجمات المرتدة عن طريق إبراهيم سوريا ولوسان اللاعب المحترف. الشوط الأول انتهى بهدف لكلا الفريقين، ولكن الشوط الثاني بأمانة كان المستوى الفني أقل بشكل كبير. المباراة لم ترتقي للشكل الفني المطلوب. الجبلين باستقطابات مهمة، عودة مورلا المهاجم المميز، في ثبات على بعض العناصر المحلية اللي كانت معاه الموسم الماضي وبعض المكتسبات. أيضا في تدعيم بشكل كبير لبعض اللاعبين المحليين. الساحل بأمانة تغير بشكل كبير عن الموسم الماضي، تقريبا 21 لاعب حضر للساحل في هذا الموسم. أعتقد أنه عامل الاستقرار عامل مهم جدا، وبأمانة ممكن أغلب الفرق في هذا الموسم جميعا صراحة نشاهد في تغيرات بشكل كبير على العناصر. الاستقرارات بأمانة للفرق ما هي موجودة بشكل جيد، ولكن كبداية للساحل خارج أرضه فأعتقد أنها نقطة إيجابية. مورا، كارلس دي مورا أشرت له، العام قبل الماضي كان هو البارز وشعلة النشاط في نادي الجبلين، ذهب إلى القادسية العام الماضي لم يظهر بما هو مأمول منه. في المباراة الأولى ما شاء الله مع الجبلين عاد بما كنا نعرف عنه. مهاجم مميز أبو هزاع، دائما عنده حلول كثيرة في عملية التسديد من خارج المنطقة، في عملية الكرات الهوائية. ممكن الموسم الماضي مع نادي القادسية لم يقدم المستوى المأمول لحالة نادي القادسية بشكل عام الذي لم يكن بالشكل المطلوب. أيضا مور احنا نعرف أنه مهاجم مميز، الموسم الماضي كان ما يلعب بالخانة اللي متعود عليها، كان يلعب على الأطراف أو كمهاجم ثاني بسبب وجود إبراهيم سوريا، ولكن عودته للجبلين في هذا الموسم أعتقد أنه راح تعطي الإضافة الفنية لتميز هذا اللاعب اللي تعود على أجواء المنطقة بشكل عام وأجواء النادي. الأخدود، رغم المباراة في الخبر بالرطوبة العالية، الأجواء التي تعود عليها صاحب الأرض نادي القادسية والإعداد الجيد لنادي القادسية الكابتن القدير خالد العطوي، إلا أنه ما شاء الله تبارك الله أبناء مدينة نجران ينتصرون بثلاثية. الأخدود كذلك انطبق الكلام مثل ما قلنا على الخلود. الأخدود انتصار بثلاث أهداف، استقطب مهاجم مميز من أفضل مهاجمين الدوري الدرجة الأولى، مهاجم عثمان باتو. سبق وزاملت الكابتن عثمان باتو من أميز المهاجمين المحترفين اللي مروا على دوري درجة أولى. كذلك تعاقد مع مدرب مميز، مدرب برتغالي، مدرب مندوسا اللي سبق له تجربة في نادي التعاون، كان مساعد مدرب مع قمز، لذلك انتصر. وكان يد قمز اليمنى الحين. صحيح صحيح، مدرب مميز، مدرب لديه نظرة فنية. راح يعاني الأهلي في المباراة القادمة، نتحدث عنها مستقبلا. راح يعاني الأهلي في المباراة القادمة أمام الخدود في نجران. جميع الحقيقة ما أسلفت عن الخدود والخلود ظهر كما أشرت في المباراة الأولى. يكون من المهم التحديد الأهداف لك كمجلس إدارة في عامك الأول في دوري الدرجة الأولى. أنت لما تضع أهدافك ما تطالب اللاعبين بأشياء يعني صعبة شوي، ما هي مستحيلة ولكن صعبة، تلقى اللاعب برياحية يفوز، تيجي الفوز من حاله ويجي الصعود من وحده. لذلك أنا أقول دائما الخلود والخدود تحسب لإدارة الناديين، وضعوا أهدافهم من الموسم الماضي وصاعد حديثا الموسم الماضي، بقى هذا الموسم الماضي الآن ينافس بإذن الله على البقاء والمطارات المتقدمة. تسعة أهداف أيها الكارم، غلة جيدة في ثلاث مباريات، بتقريبا في كل مباراة ثلاثة أهداف. نذهب إليها مع حضراتكم ثم نعود لاستكمال التحول.
مرحلتين وتهديد اول والعرضيه ديمورا راسيه الله 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 يا ديمورا جول اول جبلاوي لكن الان لمصلحه فريق الساحل لابراهيم سوريا ابراهيم بانتظار العرضيه والتحضير فيها تحضير الله 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 هدف تعديل للساحل الى تركي السفياني كره في الوسط كره خاطئه والتسديد على المرمى الله جول لفريق الخلود هذا هو الخلود الى روبرتو اللي يحاول يلعبها للحافظ روبرتو الى الحافظ وعرضيه قادمه وفرصه هدف ثاني الله عليكم يا الخلود هو هذا الخلود هذه كره الى اليسار الى سلطان الشيري سلطان الى جوناثان يحاول فيها جوناثان يمشي على اليسار فرصة لفريق الخلود الله جول عالمي جول عالمي في هذه الافتتاحية أهداف جميلة الحقيقة كل هدف أفضل من الثاني اجمالا في طبعا الجوله الاولى 23 هدف بمعدل هدفين فاصلة 8 من 10 تقريبا 3 اهداف في كل مباراه وانت المهاجم معدل اكثر من طيب في جوله اولى بوادر جميله في اول جوله وما زلنا نطمع بالكثير لان وجود 6 اجانب اعتقد انه راح يضيفون لدوري الدرجه الاولى ممتاز كابتن احمد في طبعا مباراه اليوم الثالث والاخير من الدوري الرياض والفيصلي في مدينة الرياض الفيصلي يعود إلى مدينة حرمة ب3 نقاط مهمة في مستهل المشوار أعتقد أن الفيصلي خرج بالأهم 3 نقاط الفيصلي بأمانة في هذه المباراة كان ناقص على مستوى العناصر الأجنبية ولكن ما يميز نادي الفيصلي اللي هو الثبات على أحمد الكسار والخط الدفاعي الخلفي بقيادة أحمد عسير وليد الأحمد وصالح القميزي ومحمد العمري أعتقد أن الفيصلي لعب الشوط الأول بشكل مستحوذ مسيطر على كافة أجراء أو جاء الملعب أعتقد أنه أيضا الرياض ممكن بداية الشوط الثاني كانت هنالك في نزعة هجومية عن طريق ميراندا المهاجم أو اللاعب المميز لاعب بأمانة مميز على مستوى الأجنحة ولاعب مميز تحصل على ضربة جزاء نفذها بشكل جيد ولكن خبرة الفيصلي والإمكانيات العالية للفيصلي أيضا دكة البدلاء اللي بيمانة دائما تعطي الإضافة الفنية وجود المهاجم الأجنبي ووجود أكثر من لاعب محل أعتقد هي من رشحت كفة نادي الفيصلي الرياض بتاريخه العريق والكبير ومشاركاته في الكرة السعودية وإمداد المنتخبات الوطنية تعود لنا مدرسة الوسطى بعد طول غياب الحقيقة في الدرجة الثانية كابتن أحمد بأمانة يعني الرياض ممكن باستقطابات مهمة جدا تتكلم عن كرينشي ديغاو ميريندا اللاعب البرازيل المميز أيضا استقطاب المدرب ديجان أعتقد أنه الرياض قدم المباراة الأولى بشكل جيد وبلا شك أنه عودة الرياض للواجهة مرة أخرى أعتقد أنه أمر جدا مهم الرياض تاريخ كبير أسماء ونجوم مثل المنتخبات السعودية فأعتقد أنه الرياض متى ما كان عمله الفني بشكل جيد لأنه بأمانة تشاهد العناصر الأجنبية والمحلية بأمانة عناصر جيدة ولكن يحتاج وقت للانسجام للتأقلم بشكل كبير ولكن الأهم بأن تكون الجولات الأولى يكون فيها عدد نقط جيد لنادي الرياض ولا تكون الصعوبات في الدور الثاني كما اعتدنا على بعض الأندية اللي دائما موجودة في دور الدرجة الأولى يكون في معاناة بشكل كبير في الدور الثاني كابتن موسى طبعا انا ما راح اقول الهابطون لنا اقول ضيوفنا في دوري الاولى هذا الموسم فيصلي حزم واهلي الفيصلي حقق الفوز الحزم ايضا حقق الفوز على حساب نادي جده بهدفين مقابل هدف واحد على ملعبه في الرس بالفعل يعني الحزم والفيصلي رغم انهم هابطون حديثا الى الدوري الدرجه الاولى لانهم يعرفون اداره الانديه تعرف دوري الدرجه الاولى بعكس نادي الاهلي دوري درجة أولى يختلف جدا عن دوري ممتاز دوري مختلف بالنسبة لي أنا مارست دوري ممتاز لسنوات كذلك دوري درجة أولى بالنسبة لي دوري درجة أولى أصعب من الدوري ممتاز
لأنه يعتمد على العامل البدني أكثر، إغلاق المساحات الخلفية، هدف أو نصف هدف صحيح. يكفيك للانتصار. جزئيات بسيطة تفرق مع، وهذا ما حدث مع الأهلي. شفنا الخطأ الفادح الكبير في آخر الدقائق اللي كلف الأهلي خسارة نقاط المباراة. الفيصلي إدارة المنتج المتمرس لهذا الدوري، كذلك الحزم فاز بصعوبة على نادي جدة لما استغل ركلة جزاء اللي حصل لها محمد فؤاد. انتصر الحزم 2-1، كذلك الفيصلي انتصر 2-1 على الوافد الجديد صاعد حديث النادي الرياض، نادي كبير اسم كبير يحتاج إلى مشروع لكي يعود إلى دوري ممتاز. تمنيت أن نادي الرياض استمر مع مدرب التونسي المنصر مشارك، مدرب مميز صعد مع الفريق إلى الدوري درجة أولى، أحضر مدرب صربي، أتمنى لهم التوفيق ويستاهلون مدرسة الوسطى. طيب خلونا نأجل الحديث شوي عن المباراة القادمة بحكم تاريخية وجماهيرية وعراقة النادي الأهلي أحد أركان الكرة السعودية. كل الأندية عريقة بلا شك وتستحق منا كل تقدير واحترام، لكن كما هو الحال دائما في كل مكان تتفاوت العطاءات بالنسبة للأندية والمساهمة في رياضات الوطن وفي مسابقات رياضات الوطن من ضمنها النادي الأهلي. خلونا نروح لفاصل أهداف الأسبوع الثالث ومن ضمنها هدفين في مباراة الأهلي والقيسوم، ثم نعود للحديث بتوسع عن الأهلي والقيسوم. هنا المحاولة في الطرف اليسار للكرة تلعب، كانت من عبد العزيز ظافر، هناك إلى روسي في الطرف اليمين، استقبال وكنترول رائع، محاولة والمرور خطرة لصالح فريق الفيصلي، والهدف الأول، الهدف الأول للفيصلي. روسي هل يفتتح التسجيل لفريق الرياض ولمدرسة الوسطى؟ هنا دييغو والهدف الأول، التعادل لفريق الرياض، مدرسة الوسطى تسجل الهدف الأول من دييغو ميراندا. هنا الكرة الملعوبة لروسي والتمريرة البينية والرائعة إلى الشمراني، والهدف الثاني لفريق الفيصلي. روعة روسي مرة أخرى. بالنسبة للحزماوية والعرضية والرأسية، يا الله، أولى جول وليس أولى جون، 4-3 والمرتدات، واللمسة على اليسار بحثا عن الثاني. الله، لمصلحة عثمان من أجل تقليص الفارق فيما تبقى من وقت، بحثاً عن عرضية ولكنها لا زالت مستمرة، والعرضية تحضر والرأسية، يا الله، هدف أول لمصلحة جدة في الدقائق الأخيرة. ظهير الأيسر اللي الآن عمره 32 كان مع الطائف الموسم الماضي، يعني كرة ملعوب الآن لعبد الله، يجهز كرة الآن هيثم عسيري في مكان ممتاز الآن، وتسديده ممتاز، ألون الله، جول، عبد الله المقرن يركنها في زاوية لهدف. الهدف أتى بعد كرة كان فيها فن وإبداع، لكن الآن خطأ القيسوم، ألون الله، خطأ فردي واقتناص من جاوشي، الكتيبة الحمراء انتظروا حتى أن تتساوى الروس. كابتن أحمد، كما أشار زميل أحمد النفيسة، انتظروا القسومة حتى دقيقة 91 عشان تتساوى الروس، طبعا في من حيث عدد اللاعبين مطرود هنا لاعب من هنا ومن هناك. اذا القيسومه يعود بالتعادل امام قلعه الكؤوس. طبعا القيسومه بامانه كان حاضر بمستوى فني جيد، كان متوازن في المباراه،
زي ما اشرت انه انتظر للدقائق الاخيره، وهذا بامانه ستايل ولعب دوري للدرجه الاولى. ممكن النادي ما يكون مستحوذ بشكل كبير الكره، ولكن دائما الاخطاء الفرديه يكون في استغلال بشكل كبير عن طريق اللاعبين. بالنسبه للاهلي اعتقد نقطه التحول كانت في طرد كابتن محمد المجحد، بامانه طرد يعني ما كان له اي داعي، بخصوص ان الكره كانت في وسط الملعب، ما كانت كره خطره على مرمى نادي الاهلي. اعتقد انه هنا بدت نقطه التحول. الاهلي بامانه انه الاهلي لديه نقص على مستوى العناصر الاساسيه، لديه نقص على مستوى العناصر البديله، فما بالك نقص عددي في المباراه، اعتقد انه اثر بشكل كبير. الاهلي بدا المباراه بشكل جيد، كان مسيطر، كان مستحوذ، دائما يعمل الضغط العالي على القيسومه، ما اعطى ريحيه كبيره للاعيبه نادي القيسومه باللعب بشكل جيد. تحقق ما اراده الاهلي في بدايه المباراه بتسجيل هدف في الدقيقه 25، ولكن الشوط الثاني شهدنا فيه تراجع بشكل كبير، وحالة الطرد أثرت على الحالة الفنية للنادي الأهلي بشكل عام. وبالنسبة للكابتن ماهر مدرب نادي القيسومة، كان مدرب واقعي، ما شاهدنا فيه اندفاع بشكل كبير بعد طرد نادي الأهلي، شاهدنا الفريق متوازن. بعض التبديلات المميزة، جايشي بأمان المهاجم التونسي مهاجم مميز جدا، كان حاضر بصورة فنية جدا عالية، ولكن الأخطاء في الأهلي ما زالت تتكرر، وهي الأخطاء الفردية، الأخطاء التي كانت معه في دوري الممتاز هي الآن موجودة أيضا معه في دوري الدرجة الأولى. لعب الأهلي بأمانة أتوقع أنه بيكون بنفس الطريقة والأسلوب جميع الجولات، ولكن الأخطاء الفردية إن كانت متكررة بشكل كبير سيعاني الأهلي بشكل كبير في الجولات القادمة. ما الذي كان في ذهنك كابتن موسى من خلال طبعا قراءتك لاستعدادات الفريقين قيسومة وأهلي قبل المباراة، وما الذي شاهدته في المباراة؟ أنا بكل أمانة كنت متوقع أن الأهلي راح يتأثر، لأني عارف أن الأهلي استهان بدوري درجة أولى، الأهلي رحل منه لاعبين مميزين بارزين ولم يستقطب بدلاء لهم، لاعبين درجة أولى بإمكانيات مختلفة، يجب أن تتعاقد مع لاعبين يناسبون هذا الدوري. القيسومة لعب زي ما قال زميلي أحمد علام، القيسومة لعب بطريقة الدرجة الأولى وهي إغلاق المناطق الخلفية والاعتماد على هجمة مرتدة والهدف يجي بأي وقت. الأهلي فتح اللعب، أخطاء فردية، شفنا الخطأ وزي ما تحدث الكابتن ياسر المسيليم تصريح كان في محله، أن دائما المدربين يتكلمون في المحاضرات رمية التماس تلعب إلى الأمام على الخط، خاصة في آخر الدفاع بالضبط، خاصة في آخر الدقائق، يعني أنت مطرود لاعب في دقيقة 90 تقدم 1-0 تخرج 3 نقاط، تخطي خطأ فادح كلف الأهلي وجماهيره هذه النتيجة. طيب على كل إن كان هذا هو طبعا حال الأهلي الذي لم يرضي محبيه، فإن الرضا التام كان حاضرا من محبي نادي الأخدود من خلال مباراة القادسية كما تابعتم. أول هاتريك افتتح به موسمنا لاعب الحاج عثمان باري، أو الشهير بعثمان باتو، من خلال مباراة القادسية هي أول هاتريك تطربنا الأهداف كثيرا، ويطربنا كل جولة أن نشاهد هاتريك، إلى أول هاتريك هذا الموسم. للقادسية اللي كان في سلوفينيا للوقوف على جاهزية الفريق، لكن أي جاهزية، أي جاهزية وأي كرة صاروخية تقالط الجميع. على الجهة اليسرى تقدم عرضية بشكل ممتاز، لكن الشمري بثبات يتحصل على الكرة الماضية. الشمري هدف ثاني للحاج عثمان باري، الحاج عثمان باري بالتعاقد مع هذا المدرب الشاب الطموح. الكرة بتعود الآن والتسديدة في المرمى، جول عثمان باري. And thanks God, give me 3 goals today. هو عمل كل اللي طلب منه النهارده واللي كان الفريق محتاجه منه بالظبط، ودي المهمه اللي كان المدير الفني مكلفه بيها. وده الماتش ما كانش سهل خالص، بس هو يعني احنا عملنا اللي علينا، فعشان كده ربنا كرمنا، وان شاء الله يعني ده اللي بيعمله في التمرين، وده اللي هنحافظ عليه على طول، ان هو ده اللي احنا بنأديه في التمرين، وده اللي هنأديه على طول في الماتش. هو عارف ان الحارس كويس جدا، وعارف ان هو جول كويس جدا، بس هو كان محظوظ ان الكره وقعت من ايده، فهو استغلها بسرعه جدا.
هو شوطة عادية وده المطلوب منه ان هو كمهاجم لازم اي حاجة زي كده يستغلها ودايما يسجل اهداف. هو بيقول ان هو نادي كويس جدا وبيحترم اللعيبة بتاعته كويس جدا وهو موجود هنا علشان يساعد الفريق وان هو ياخدهم ويطلع بيهم لفوق ان شاء الله. نقول له مبروك. شكرا. Congratulations. Thank you. شكرا ايضا وصول زميل محمد الجوكم كان في اجراء اللقاء. الهدف الاول انت المهاجم فيه طبعا دقه المهاجم وتسديدته واستغلال يتقدم الحرس. الهدف الثاني نتفق انه كنت تحت الهواء تقول انه والله المفروض الحرس ما يمسك الكره بيد واحده دائما، لكن في المقابل ايضا جوده المهاجم. صحيح، يعني الهدف الاول يثبت لك العقليه ذكيه لعثمان باتو، هاتريك يفرح المهاجمين، يفرح الجماهير، المتابعين، يطرب له الجميع المشاهدين. اعتقد ان الاهلي يحتاج لاعبين بقيمه هذا اللاعب، يحتاج مهاجم قناص يسجل من انصاف الفرص. الاهلي يعاني من سنوات، كل يعلم الاهلي بما ان الحديث عن الاهلي، كل يعلم ان الاهلي في السنوات الاخيره عباره عن قوسين، اويس والسومه وما بينهما فراغ مع كل احترام لهم. لما هبط مستوى السومه وانتقل اويس هبط الاهلي. لذلك الاهلي وجب عليه احضار مهاجم قناص يسجل من انصاف الفرص، لان زي ما شفنا الخدود تعاقد مع عثمان باتو مهاجم مميز جدا، كان مع بكريه حقق هدف الدوري، صعد مع اربع فرق الى الدوري الممتاز، والان علامه فارقه مع نادي الخدود. العلامه الفارقه طبعا كان كما ذكر موسى العام قبل الماضي كان هداف الدوري. العام الماضي لان مشاكل التسجيل في نادي الوحده لم يلعب الا في الفتره الشتويه تقريبا نصف الدوري، لم يوفق يمكن ثلاثه او اربعه اهداف فقط سجلها. يعود كابتن احمد عثمان مع ناديه، هو الجميل انه في 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 حديثه اول الكلام قال والله انا ساعد الفريق، معناته العمل الجماعي قبل الفردي. 73 هدف خلال اخر خمس سنوات لعثمان بات، اعتقد انه معدل جدا ممتاز. مهاجم لديه إمكانيات عالية جدا تقدر تستفيد منه كمهاجم محطة، كلاعب تحت الصندوق يلعب ويلعب الفريق بأمان. أيضا العناصر اللي موجودة في الخدود أعتقد أنه تساعد في طريقة وأسلوب لعب عثمان، تتكلم مصلحة الشيخ كاكاو حكم يعتقد أنه اللاعب الإضافة لنادي الخدود، فأعتقد أنه مهاجم مميز جدا. تتكلم عن الهدف الجميل والتوقع الرائع، الهدف الأول الهدف الثاني أيضا، يعني من المهاجمين القلال اللي دائما يكون عينه على الحارس بشكل كبير في حال فقدان الكرة فيكون فيه استغلال بشكل كبير، فأعتقد أنه مهاجم مميز في الكرات الهوائية، سريع جدا. شاهد الهدف الثالث وتعامله بشكل جيد من خلال التواجد ما بين قلبي الدفاع والاستلام وإنهاء الكرة في الزاوية الصعبة، فأعتقد أنه مهاجم جدا مميز. إضافة لدورينا ممكن الموسم الماضي بأمانة يعني ما استفدنا من عثمان باتو ولا استمتعنا بمشاهدته بسبب يعني مشاكل التسجيل زي ما تفضلت أبو هزاع، ولكن اللاعب بأمانة لاعب قيمته الفنية عالية جدا في أول مباراة وأمام نادي القادسية ما هو أي فريق سجل هاتريك، فأعتقد أنه هنا يوضح لك قيمة المهاجم المميزة. ياسر المسيليم الدولي السابق واحد طبعا العناصر الأساسية في النادي الأهلي وحرقة حديثه بعد نهاية المباراة مع الزميل سمير الصوفي، وأيضا الحديث الواقعي جدا للمدرب الكويتي الشقيق الكابتن ماهر الشمري مدرب نادي القيصومة، نتابعه مع حضراتكم في الدقائق التالية. الحمد لله على هذا النتيجة، طبعا كنا ودنا نفوز بداية المباراة بالفوز، لكن زي ما شفت ظروف المرة اللي فيها المباراة من طرد الكابتن محمد المجهد والخطأ اللي ارتكب في آخر الوقت، يعني هي الأشياء اللي احنا التفاصيل اللي دائما نتكلم عنها انه ما تصير في المباريات جالسة تصير معانا من العام الماضي متكرر. ايش هي التفاصيل كابتن؟ الأخطاء، يعني في كور بالإمكان نشتتها، ليش نعمل فيها أشياء؟ خلاص كرة قدام لعبها قدام، ليش ترجع لورا؟ هنا المقصد، يعني في اخر دقيقه واخر وقت انت مطرود، ليش ترجع لورا؟ تحمل الهدف العبسي، الهدف نتحمله احنا كلنا كلاعيبه نتحمله، بس في اخطاء يعني الى متى احنا قاعدين نتحملها؟ يعني هذه الاشياء اللي تخسرنا جالسه، احنا ما احنا قاعدين نخسر مجهود فريق، قاعدين نخسر باخطائنا احنا، اخطاء احنا كلاعيبه، وهذا الشيء اللي يزعل. لو في فريق يلعب معاك ويسجل هدف مجهود مو مشكله، لكن باخطاء ليش؟ والله احنا حذرنا من هذا وقلنا وتكلمنا، والدوري مو سهل، الدوري له مو سهل، انت بتلعب قدام فرق ممكن تتكتل
قدامك وتلعب على المرتدات، وهذا الاشياء اللي حذرنا منها. زي ما انت شفت يعني في اخر دقيقه كان بامكاننا نحافظ على النتيجه ونكسب 3 نقاط، لكن زي ما قلت لك اخطاء تصير تعدل فينا. انا يعني ما كنت متوقع انه ياخذها من طلال، يعني مفاجاه بالنسبه لي، لكن ما نقدر احنا نتحمل النتيجه هذه كلنا. ما عندنا شيء نقول للجمهور، احنا اعذار، ما عندنا اعذار للجمهور، الجمهور تحملنا بما فيه الكفايه. حضور جماهيري اليوم كمان كابتن، قلت لك هم ما قصروا، حاولوا يجون يساندون وجاوا ساندونا، لكن كالعاده. النتيجه السلبيه بالنسبه لكم في اول مباراه ممكن تكون تسبب لكم بعض العقبات في المباريات القادمه، خصوصا زي ما انت ذكرت انه دوري يلو صعب. احنا قد ما قلت لك احنا قد دائما نحاول نطلع بنتائج ايجابيه عشان ناخذ الثقه، نبغى ناخذ الثقه عشان نقدر نلعب. لعل هذه ان شاء الله تكون كوبه، وان شاء الله المباريات الجايه ان شاء الله نكون مصحصحين اكثر فيها. والله اقول الحمد لله على كل حال، شاكر كل متابعين دوري يلو، وشاكر كل المسؤولين على الاهتمام الكبير، وهنيهم على ان شاء الله على التغطيه الاعلاميه والجو العام لكره القدم في السعوديه الفتره القادمه والفتره الحاليه. ومثل ما تفضلت بدايه الدوري دائما تكون صعبه، ولا لما انحاشتنا ظروف شوي العشر ايام الاخيره، تاخر محترفين عندنا 2، واحد جاء قبل يومين تصور او 3 تقريبا، عمل معنا 2 تمرين، والثاني وصل قبل اقل من اسبوع عمل 4 تمارين، وكان عندنا اصابتين مؤثره شوي، كابتن الفريق كابتن سلطان عليمان اصيب بالمعسكر، ولكن الحمد لله الفريق ما يوقف على واحد او 2. اذا احنا في بدايه الموسم ونشكي من 1 او 2 المفروض ان ما نتكلم في الموضوع هذا، ولكن هذه امور تاثر على المستوى العام للفريق، ولكن الحمد لله اعتقد لعبنا مباراه زينه الحمد لله. على كل حال نقطه من الاهلي، ولو ان الاهلي يمكن ظروفه ما هي في المستوى المطلوب، وعشاق الاهلي ان شاء الله القادم افضل بالنسبه لهم والكره السعوديه والدوري بشكل عام باذن الله ان شاء الله. كيف قدرت تتعامل مع التكتل الدفاعي للاهلي؟ والله شوف انا للامانه كنت ابحث ان نسيطر على وسط الملعب، ولكن مثل ما قلت لك انا لاعبين الوسط شويه الفتره اللي طافت، عندي كابتن منتخب سوريا ولاعب سوري ورد سلامة عنده في كتفه اصابه، وكان لغايه اخر يومين ما هو باين معانا يلعب او لا، ولكن تحامل على نفسه وانا متاكد انه هو عنده افضل. اوعد المتابعين واللي هني والاخواني اللي في الكويت متابعيني ان شاء الله الفريق المباريات القادمه والجولات القادمه يكون في المستوى، ونحقق الهدف العام للنادي ومحبين النادي واداره النادي ان ما نكون في موقع الهبوط، وانا باذن الله اوعد الجميع ان نكون في موقع امين في ترتيب الجدول. يعطيك العافيه كابتن ماهر الشمري، سنعود ان شاء الله لجزئيات من حديثك بعد قليل. موسى في موضوع اخر، ايش يعني لك العروبه؟ العروبه يعني لي كل شيء صراحه، العروبه هو بيتي الثاني، بدأت في العروبة ثم انتقلت ثم لعبت معه في الممتاز ثم عدت إلى عروبة قبل موسمين 3، صعدني إلى دوري الدرجة الأولى. العروبة له فضل كبير على موسى، وأني أحاول دائما أني أرد شيء من هذا الجميل. تستاهل الحقيقة كل تقدير، ويستاهل نادي العروبة الوفاء. رئيس مجلس إدارة نادي العروبة الأستاذ الفاضل مونس الضوي معنا في تواصل هاتفي. أبو مشاري اهلا وسهلا بك، واجدد التهنئه لك بالحمد لله على السلامه من عرض الصحي قبل فتره، هذا اول تواصل هاتفي عملي، لذلك اقول لك الحمد لله على السلامه العرض الصحي السابق، والف لا باس عليك، حياك الله. البيت الثاني لموسى، والكل يثني الحقيقه على النادي وعلى مساهمته الاجتماعيه كمدخل لهذا الحوار في مدينه سكاكا الجوف، في سكاكا في منطقه الجوف. ابو مشاري حياك الله اخوي ابو هزاع، شاكر لك هذه الاستضافه، وصراحه انا سعيد بوجودي معك، وكذلك حي المشاهدين جميعا والضيوف عندك، واخص الكابتن موسى الشمري نجم وقائد العروبه في المواسم باذن الله. احنا ترى ما يكفينا بس اتصال هاتفي، انا سعيد بك في الاستوديو من هنا او من الربط الفضائي من الجوف ان شاء الله في قادم الايام باذن الله. ابو مشاري ان شاء الله باذن الله. خلينا اجيبها بالعاميه، كدرتوا خاطر محبين العروبه في مباراه الشعله؟ اي والله صحيح. ولكن ان شاء الله نعوض من مباراه الحزم. وش اللي صار؟ ايش اللي صار بالضبط؟ والله اخوي ابو هزاع، احنا طبعا لما صدرت الكفاءه الماليه على نادي العروبه اعلنت في 31 مارس، كانت التزامات على العروبه واضحه بالنسبه لنا. 1,300,000 مليونين و300,000 نعم. ايه قمنا بسدادها كامله بعد ما سددنا الالتزامات الماليه
رفعنا الأوراق إلى لجنة الرباع المالية لطلب الشهادة، تفاجأنا أن هناك طلب آخر سداد القضايا التجارية الملزمة على نقل عروضة بحدود 1,300,000 ريال. طبعا هذه القضايا لم ترسل للنادي، لم يرسل لنا. لكن عفوا معلش، لكنها كانت داخله في القرار، البيان اللي صدر ترى قبل ابو مشاري انه القضايا اللي فيها احكام يعني صادره ونافذه. صحيح، لكن احنا بالنسبه لنادي عروبه ما جانا اشعار فيها، لاننا كان عندنا اشكاليه بحضور بعض الجلسات ناجز، لذلك احنا اللي نتلقاه كان نتلقاه من الوزاره بالبيانات. بعد ما صدر المبلغ علينا هذا 1,300,000، كان الوقت ضيق لإدارة النادي لحل بعض الإشكالات، السداد سددنا جزء، جدولنا جزء، ما أخذنا الوقت نكمل الجزء الباقي، لكن إن شاء الله بإذن الله هذا الأسبوع إن شاء الله راح نحصل. ممتاز. طيب الفريق غادر بكامل لاعبينه إلى الخارج، لكن لم يستطع بحكم أنه غير موجود أرقام الحاسب بالنسبة للاعبين المحترفين، لكنه غادر بكامل لاعبيه إلى الخارج. صحيح، أنا غادرنا الخارج بعشرين لاعب. لما حضرنا المباراة كان عندنا 8 لاعبين لا يستطيعون المشاركة، لا يوجد لديهم أهلية مشاركة بسبب عدم الحصول على الكفاءة المالية. فكان متبقى عندنا 12 لاعب. كان الحل الآخر أن يكون لدينا لاعبين من درجة الشباب يكملون العدد الى 16 لاعب حسب القانون. طيب للاسف ما استطعنا بسبب حجوزات الطيران. كانت اقرب رحله لنا كانت الوصول الى مطار الرياض الساعه 9:10 مساء، ما نلحق على المباراه. طيب خلينا ناخذ منك عاجل، انت تقول انه هالاسبوع هذا حتنحل، خلينا ناخذ منك عاجل الان ولا شيء، تسددت او باقي؟ ان شاء الله لأحد هنحصل على الكفاءة المالية باذن الله. ممتاز، انت التقيت اللعيبه في التمرين سام، تفضل. اشكر جميع من تعاون معنا من محبي العروبه، اشكر زملائي اعضاء مجلس الاداره الذين قدموا الدعم لسداد هذا المبالغ، كذلك اشكر الداعمين اللي تساعدوا معنا ووافقوا على جدوله بعض الالتزامات الماليه لنستطيع التسجيل. ممتاز، وهالكلام انت قلته ايضا للعيبه في التمرين قبل يومين انه اهتموا بالملعب وما خارج الملعب احنا نتكفل فيه. صحيح باذن الله، انا قلت لهم ان شاء الله شهاده الكفاءه الماليه باذن الله حتكون موجوده، وحسيتهم عن مباراه الحزم وقلت لهم اعتبروا مباراه الشعله مباراه 3 نقاط وراحت مننا، وان شاء الله انها بالنسبه لنا نعتبرها خيره. يعني تقول من خلالنا الحزم المباراه اللي احنا جاهزين و3 نقاط في سكاكه باذن الله. انتظر، انت من اهل الوفاء، وانتظر منك الوفاء ان شاء الله في الاستضافه في حلقه قادمه. كل الشكر والتقدير لك استاذ المهندس الضوي رئيس مجلس اداره نادي العروبه، يعطيك الف عافيه. اذا تفضل. احب صراحه اشيد بالعمل الكبير اللي قام فيه الاستاذ المهندس الضوي، ما هي مجامله، هذا الشخص يعمل وضحى بوقته وصحته لأجل هذا النادي، وإن شاء الله ربي ينصف بآخر المطاف بإذن الله. صعد قبل موسمين مع الفريق دوري الدرجة الأولى، صعد مع الفئات السنية البراعم والناشئين والشباب إلى دوري ممتاز، يعمل جاهدا. أحب أشكر الرمز الشمالي بهذه المناسبة، أتمنى من الجميع المشاهدين أن يدعوا للرمز الشمالي ناصر عديلي الداعم لكل أندية المنطقة بالشفاء العاجل. أثني على كلامك، أتمنى له الشفاء العاجل بحاجة لدعواتكم. ولي المعنوي ترى لي 9 سنوات احاول استضافته، كل مره يعتذر رغم هذا الدعم. هذه استضافات لكل انديه الدرجه الاولى، واستضافات بالكامل معسكرات انديه الدرجه الاولى في الجوف او في عرعر عندما صعد نادي عرعر من اكثر من 10 سنوات، ورغم ذلك يقول ما قدمت شيء. يعمل بالخفاء دائما. الله يقومه بالعافيه، يتم له الصحه والعافيه. في لقاء الكابتن ماهر الشمري موسى تحدث، قال اول في بدايه اللقاء اهني الجميع على الشكل العام لدوري يلو والتنظيمات الموجودة فيه والعمل القائم فيه. أنت عضو في اللجنة الفنية في 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 دوري يلو من العام الماضي، حدثنا أول شيء عن اللجنة وهي من ضمن الشكل والإطار العام والعمل في دوري يلو. زي ما تحدثنا سابقا، نشكر رابطة دوري يلو رأس الأستاذ طالع عبيدي وجميع القائمين على رابطة دوري يلو. أصبح الآن دوري يلو ينافس الدوري الممتاز بكل أمانة. نحن في اللجنة الفنية استحدثت هذه اللجنة بقيادة كابتن القدير المسي عليه بالخير كابتن الدولي محمد عبد الجواد، وكذلك بقية الزملاء الأستاذ فريد خليل
وسامي المحمادي وعبد الله الغامدي وفيصل الجاري وكل فريق العمل في دوري الرابطة. لذلك استحدثت هذه الرابطة لهذه أعضاء هذه اللجنة لاختيار أفضل لاعب في كل جولة، كذلك هناك اختيار لأفضل مدرب كل شهر، جوائز قيمة. شفنا الموسم الماضي في جوائز للجمهور عبارة عن جوائز قيمة، سيارات، جوالات، كل جولة سيارة بالفعل. فالقادم نقول أفضل لهذا الرابطة. ممتاز. أنت أتيت على طبعا ذكر الأستاذ طلال بن عبد الله العبيدي، وهو طبعا الرئيس الحالي المكلف لمجلس إدارة رابطة الدورية الأولى، والعام الماضي كان الرئيس التنفيذي لرابطة هندسة الدرجة الأولى. لن تفي الحقيقة كلمات الحقيقة الثناء طلال، ما شاء الله، أدب، أخلاق، تعاون مع الجميع، رقي في التعامل، إنجاز، عمل ومرجلة. فالحقيقة ما شاء الله تبارك الله، هذه الكلية منها الواحد أنه من يرس الجهاز في, 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 في هذا العمل يكون بهذه المواصفات لنرتقي بعملنا وهو الأفضل. أنت عملت كابتن أحمد في دوري الدرجة الأولى بمزاياها السابقة، وتتابعه العام الماضي من خلال الاستديوهات التحليلية، وهذا العام أيضا من خلال البرنامج في دوري الأولى. كيف شاهدت الفوارق بين الفترات السابقة؟ بأمانة يعني عمل كبير من رابطة دوري يلو الموسم الماضي، كان في عمل جدا كبير من خلال التغطيات الإعلامية والاستديوهات التحليلية والنقل التلفزيوني الكبير. أيضا موضوع الفار كان بأمانة إضافة بشكل كبير لدوري الدرجة الأولى. أيضا زي ما تكلم الكابتن موسى، اللجنة الفنية اللي بأمانة تعطي حوافز وقيمة فنية عالية جدا للاعبين للمدربين، شاهد أفضل هدف، فكان في عمل بأمانة مميز على كافة التغطيات. أيضا هذا الموسم بأمانة عمل موضوع الاستديوهات التحليلية، الاستديوهات الميدانية، برنامج دوري يلو وعودته للواجهة مرة أخرى، جميع هذه الأمور والمزايا بأمانة تثري دوري الدرجة الأولى، وهو في تقدم كبير ومميز جدا حتى على موضوع العمل الاحترافي وعلى موضوع تسجيل اللاعبين والأمور الإدارية بشكل عام. فأعتقد إنه الدوري تطور بشكل كبير وبشكل ملفت، وأصبحت بيئة العمل بيئة محفزة للتواجد من خلال التغطيات الإعلامية ولا أيضا أو حتى على موضوع العمل الرسمي في الأندية. ممتاز. الفرحة الأولى لها طعم خاص بلا شك في جميع المباريات من خلال الأهداف، هي الخطوة الأولى لمحاولة الظفر بنتيجة المباراة. الزملاء في إعداد البرنامج رصدوا الفرحة الأولى لكل نادي من خلال الهدف الأول في مباريات الأسبوع الأول. العربي على حدود مشارف المنطقة، يا الله، الهداف، الهداف يحضر. البحري يستطيع التصدي للمرة الثانية، البحري وبكر رهنة في الزاوية، جول جول. رافائيل يتصدى للقطة الأولى للجبلين، وتهديد أول، والعرضية، ديمورا، راسية، الله 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 يا ديمورا. للقادسية اللي كان في سلوفينيا للوقوف على جاهزية الفريق، لكن أي جاهزية، أي جاهزية، وأي كرة صاروخية تقالط الجميل. طرف اليسار الكرة تلعب، كانت من عبد العزيز ظافر، هناك إلى روسي في الطرف اليمين، استقبال وكنترول رائع، محاولة والمرور خطرة خطرة لصالح فريق الفيصلي، والهدف الأول، الهدف الأول للفيصلي. روسي روسي روسي. بالنسبة للحزماوية والعرضية والرأس، يا الله، أولى جول وليس أولى جول. كان مع الطائف الموسم الماضي، هذه كرة ملعوبة الآن لعبد الليلة، يجهز كرة الآن هيثم عسيري في مكان ممتاز الآن، وتسديدة ممتازة، الله، جول. إذن الهدف الأول وفرحة الهدف الأول في الأسبوع الأول. إحنا نتمنى تزيد الأفراح دائما، الهدف هو ثمرة كرة القدم وجهد كرة القدم. الأسبوع الأول كابتن أحمد جاء في مستوى التطلعات ولا والله فوق أمالنا؟
والله جولة فنية جيدة بأمانة للفرق، تقاسمت الفرق المستويات الفنية، يعني نشاهد في المباريات الفريق يظهر في الشوط الأول، الفريق الآخر يظهر في الشوط الثاني، المستويات متقاربة، ما في نتائج كبيرة سوى مباراة الخلود ومباراة العين بسبب ظروف العين بأمانة إلى الآن لا يتواجد مدرب الفريق الأول، أيضا موضوع تسجيل اللاعبين، موضوع الانسجام، ولكن بشكل عام جولة مميزة فيها عدد أهداف جدا مميز من خلال 23 هدف، أهداف رائعة مميزة، تكلم هدف عثمان باتو، هدف سلطان الشمري لاعب الخلود فيها هاتريك، فأعتقد أنه جولة جيدة وبداية جيدة لدوري يلو، وإن شاء الله نتطلع أنه تكون الجولات القادمة تكون أقوى وأكثر إثارة وأكثر تميزا. الجولة القادمة مشاهدينا الكرام وهي الجولة الثانية، 3 أيام ستلعب مبارياتها الأثنين والثلاثاء والأربعاء، احنا ثابتين على مواعيدنا اثنين وثلاثة واربعة في كل طبعا مباراة الموسم، طبعا هناك مباراة ستكون يوم الأحد وهناك مباراة أيضا ستكون يوم خميس، لكنها قليلة تبعا لأيام الفيفا أو تنظيمات معينة، لكن 80% 85% من مبارياتنا بإذن الله اثنين ثلاثة أربعة في لقاءات يوم الاثنين القادم بمشيئة الله تعالى من الأسبوع الثاني. الساحل والعين سيلتقيان في الخبر، وهجر والشعلة في الأحساء، نجران والقادسية في نجران. في مباريات يوم الثلاثاء القيسومة والعربي في حفر باطن، والخلود والرياض في الرس العربة والحزم في سكاكا، والأخدود والأهلي في نجران. مبارتين في يوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى وهو 31 من شهر أغسطس الجاري، الفيصلي والجبلين في المجمع، وجدة وأحد في جدة، وستكون هذه المباراة على ملعب النادي الأهلي، نقلت من رديف الجوهرة. الساحل والعين في الخبر أمس يوم الاثنين، الساحل بتعادل الجولة الماضية وخسارة العين في الأسبوع الأول. العين ما زال يعاني من الموسم الماضي، كل ما تخسر على أرضك وبين جماهيرك بثلاث أهداف صفر شيء يعني محزن. جماهير العين ما زالت تعاني من الموسم الماضي، ما زال الكفاءة المالية لم يستخرج العين. الساحل يقدم مستويات مميزة من الموسم الماضي، هو تقريبا حديث العهد في دوري الدرجة الأولى تقريبا له موسمين، والآن الموسم الثالث تعادل إيجابي مع نادي الجبلين، الآن فرصة لظفر بالنقاط، لأن العين زي ما قلت يعاني ما زال ولم يصلح الأوضاع. حجر والشعلة، احنا باقي معنا 3 دقائق عشان نحاول أن نسرع فيها الكامل باقي المباريات. حجر والشعلة كابتن أحمد، على طبعا خلفية آخر لقاء كان في الدوري في الجولة الماضية في الموسم الماضي. بالفعل على خلفية آخر لقاء كان هجر ينافس على الصعود، وأيضا هجر كان ينافس على مراكز الهبوط، أعتقد أن مباراة فنية قوية جدا، كان الشعلة على الهبوط. نعم أي الشعلة من أقوى مباريات الجولة، الشعلة لم نشاهده في الجولة الماضية بسبب مشاكل العروبة، ولكن هجر قدم نقطة مهمة جدا أمام الصاعد حديثا النادي العربي، مباراة قوية ولكن أرى أنها أقرب لنادي هجر. نجران والقادسية في نجران، نجران نقدم مستوى جميلة، أعتقد القادسية مع مدرب الوطني خالد عطوي يجب أن تكون ردة فعل هناك أمام جماهير نادي القادسية، أعتقد أنها مباراة صعبة لكل فريقين، القادسية أكثر. الصاعدان من دوري الدرجة الثانية العام الماضي، الأول والثاني، الأول العربي والثاني القيسومة، القيسومة سيستضيف العربي في حفر الباطن. العربي قدم مستويات جيدة جدا أمام نادي هجر، ولكن نصيحة للعرباويين إذا ظل هذا المستوى الفني بلعب اللعبة المفتوحة أعتقد أن العربي سيعاني، مباراة فنية قوية جدا من الحالة الهجومية، ولكن أعتقد أنه أقرب لنادي العربي. بقية المباريات أتمنى أن نأخذ ترشيح الفريق الأقرب، الخلود والرياض. بالنسبة لي شوف الخلود يقدم مستوى جميل. العروبة والحزم في سكاكا، الحزم. الأخدود والأهلي في قمة الجولة، مباراة صعبة جدا أعتقد أنها تعادل. بالنسبة للفيصلي والجبلين في المجمعة كابتن أحمد، أيضا مباراة قوية جدا ولكن أعتقد أنها أقرب نادي الفيصلي. جدة وأحد في جدة كابتن موسى، مباراة متكافئة، أعتقد أن استقرار أحد أكثر، فرشة مع مدرب الوطني خيل المصري أحد ينتصر. نعمل بإذن الله أن نكون فيما قدمنا لكم المتعة والفائدة مشاهدينا الأكارم، انتظرون كما أسلفت، هذه هي البداية، إن كان هناك طبعا من اجتهاد لم يحلف الحظ فهو بإذن الله ما سيتم العمل على تلفيه في الحلقات القادمة. كل الشكر والتقدير لضيفينا الكابتن أحمد علام من المدينة المنورة، شكرا جزيلا أبو مراد.
الله يعطيك العافية، شكرا لك أبو هزاع، وشكرا للكابتن موسى اللي بأمان استفدنا بتواجده، وشكرا لجميع الطاقم الفني في المدينة وفي الرياض. الله يحفظك، وبإذن الله نلتقي على خير. كل الشكر والتقدير للحقيقة زملاء أسرة تلفزيون المدينة المنورة فردا فردا هناك على حسن تعاملهم. الراقي كابتن موسى الشمري لاعبنا العزيز والعضو في اللجنة الفنية في دوري، شكرا جزيلا، ومن حسن حظنا أنك تواجدت في مدينة الرياض وقت نصنا وجودك. شكرا لك أبو هزاع، تشرف التواجد معك، مرجع لنا دائما في دوري الجولة. شكر جميع فريق العمل في قناة السعودية ودوري رابطة ديالو. كل الشكر والتقدير لزملاء فريق عمل البرنامج مقدمتهم زميلنا المخرج العزيز ماجد المديفر، وفي إعدادنا زميل عبد الرحمن العجمي، يعطيك ألف عافية عبد الرحمن. شكرا جزيلا لأسرة القنوات الرياضية، الكثير من الجهود اجتمعت في العشرة أيام الماضية من أجل الحقيقة نقل المباريات والعمل على الاستديوهات التحليلية في القناة السعودية الرياضية برنامج دوري يالو. اليوم رغم أنه جمعة وإجازة رسمية، المدير العام الأستاذ غانم القحطاني يتواجد في مكتبه مؤازرا لنا وداعما لنا. كل الشكر والتقدير أبو فيصل، عندما يكون المسؤول الحقيقة على قدر عالي من الكفاءة الإدارية ولديه الإحساس الكروي، فأنت تخرج بمدير كما أبا فيصل قديرا وعزيز. دمتم بخير وعافية، نلتقيكم بإذن الله في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.